الدولة يعني فوق من 15 سنة ما فيش دعم للأعلاف. أنا أطالب رئاسة الوزارة دعم الشريحة اللي هي المربين الأغنام ودعم الأعلاف بصورة مستمرة. سعر العلفة وطبعا ما شاء الله فيها مراعي لا فيها أعشاب لا في شيء، وين بالناس اللي بشي بتوكل ترى يقولوا لي معنا الأسعار هذه مش من قصة الفلاح، قصة العلفة مفروض الدولة الليبية هي توفر الشيء هذا. مشاكل وصعوبات تواجه مربي المواشي في ليبيا منذ فترة، إنها أزمة غلاء أسعار الأعلاف وتأثيراتها على المواشي والثروة الحيوانية بصفة عامة، وأزمة تضاعفت على كاهل المواطن خاصة مع عيد الأضحى، ما يؤثر بصفة مباشرة على أسعارها. موضوع مقلق أردنا البحث فيه، فإلى أي مدى ساهمت الإجراءات الحكومية المتخذة في أن تكون حلاً جذرياً لهذا المشكل؟ وبالإجراءات المتخذة نقصد تحديد سعر الأعلاف ومخصصات البلديات لصالح المربين. تدخلت الحكومة ووفرت أشعير لمعالجة موضوع الجفاف. أنت تعرفي ليبيا وشمال أفريقيا من خلال سنتين ثلاثة تمر بجفاف في شمال أفريقيا والمغرب العربي، ولكن الحكومة تدخلت ووفرت أعلاف الشعير بدعم 50% لصالح المربين في ليبيا. انعكاسات عالمية أثرت بدورها على ليبيا، فكيف يتصرف مربو المواشي في هذه الحالة؟ هل ينعكس غلاء الأعلاف على أسعار بيع المواشي؟ وما هي الحلول التي يلتجئ إليها مربي المواشي؟ ارتفاع في عندهم حق في ارتفاع حتى في الأسعار في العلفة قبل والباحث، وبترى التاجر حتى هو مسكين عاند يكلف. أيوه علفة غالية، القضم غالي، والحكاية كلها هن حتى الكمية اللي جايبينها ممكن قاعدة موصلتها شيء، قالوا ممكن في 70,000 والله ما يغطنش، وكل التجار اللي جايبين تجار حتى هم شنو تجار بيبيعوا بأسعار غالية حتى هم أسعار مرتفعة. والله الأضحية من 1000 ل 2500 موجود، من 1000 ل 2500. توع الخروف 2500 و2000 ويقول لك بتناول الجميع، ولا ما راك تتناول الجميع، والحسابات فاضيات الحكايه. السعر يعتبر مرتفع شوي، السعر يعتبر مرتفع شوي، مش متناول الجميع، ما واصل حتى 3000. صحيح سعر العلفه وطبعا ما شاء الله فيها مراعي لا فيها اعشاب لا في شيء، وين بالناس اللي بالشيء بتوكل ترى يقولوا لي قنطار العلفة واصل 280 دينار لل 290 دينار. باهي مثل واحد حتى بيربي 50 خروف، شن بيوكلهم؟ معنى الأسعار هذه مش من قصة الفلاح، قصة العلفة مفروض الدولة الليبية هي توفر الشيء هذا، المواشي مثل حتى خلينا من الخروف، شوف أنت اللحوم الثانية عندك للبقر. الهبرة واصلة 45-46 دينار، لا بأس، المواطن منين يقدرها هذه؟ طبعا نقولوا العيد هذه سنة مرة في السنة، تمام، يودي باهي الليمات الثانية، خلينا من الخروف، الدجاج، أقل شيء للمواطن، وتشوفوا فيها الحالة الشعب كيف وكذا، معقولة خروف يوصل ل 1300 ل 2000 دينار، في يبيع فيه حتى ب 3000 و4000 دينار. ونقول للدولة الليبية أن الحق أنها توقف مع الشعب الليبي في الأمور هذه، في المواشي، في الأعلاف. معقول خروف يوصل 3-4 آلاف جنيه يا راجل، شو وين تبي؟ للأسف يعني مفروض هذا تكليف من رئاسة الوزارة. في السابق كانت رئاسة الوزارة دائما تدير في تكليف للمصرف الزراعي بصفة عامة في جميع الأمور، ف
في الأضاحي، في الأسمدة، في المبيدات، في المعدات النحل. كان في تكليف يجي من رئاسة الوزارة عن طريق رئاسة الوزارة إلى المصرف الليبي المركزي، والمصرف الزراعي يتم تنفيذه بصفة عامة. نتيجة الأعلاف، غلاء الأعلاف، ونتيجة سعر الصرف. الدولة يعني فوق من 15 سنة ما فيش دعم للأعلاف للأسف. وفي السابق كان في دعم للأعلاف، سواء المربين أو شريحة الدواجن. حتى شريحة الدواجن ما ننسوهاش من الدعم. ليش؟ بيشتصل إلى المستهلك يعني بصورة صحيحة. المستهلك يا أخي يتقاضى في مرتب، المرتب متاع 1000 دينار في السوق السوداء أو في السوق الموازية، يعني حوالي 200 دولار. يعني بالعقل، هل 200 دولار يأخذ فيه إنسان برا في هالدول اللي برا خارج ليبيا؟ يعني لا يساوي شيء ال 200 دولار في الوقت الحالي. أنا أطالب رئاسة الوزارة دعم الشريحة اللي هي المربين الأغنام، ودعم الأعلاف بصورة مستمرة، بالإضافة إلى عندهم مصانع أعلاف محلية يفترض أنهم يديروا مع القطاع الخاص ائتلاف أي برنامج حتى تصل إلى ربوع ليبيا، وخاصة المربين اللي في ربوع ليبيا بالكامل مصانعنا متوفرة بصورة كبيرة. يعني لذلك أطالب بشدة رئاسة الوزارة ووزارة الزراعة واهتمامهم بها الشعب في هالعيد المبارك. تأثيرات ارتفاع أسعار المواشي كما شهدها السوق بمناسبة عيد الأضحى، وحتى مع توريد أضاح، أمرا مرتبطا بمشكلة الأعلاف التي تظل معضلة يحاول المربون بالإمكانيات المتاحة تجاوزها في ظل تناقص تساقط الأمطار والجفاف. ولكن دعم الدولة يبقى أمرا ضروريا لتجاوز هذه العقبة وفق أهل الاختصاص. فهل تتمكن السلطات المسؤولة من تجاوز أسعار البيع التي سجلت هذه السنة في السنة القادمة؟